هنسوي دحان؟ اللي هنسوي دحان النوفا كوك بالمقلوب. ايش نوفا كوك وايش بالمقلوب؟ بالمقلوب نوفا كوك. نوفا كوك كاكافون. كاكافون هنسوي كوكاتون. الكوكاتون تحدي بين اليوتيوبرز انهم يطبخوا اشياء حلوه في المطبخ. احنا حنفوز. ما في فايز خسران كذا بس تحدي كذا مع بعض يعني تحدي جميل. اول شيء واضح انه ما لكم نفس الدخول، لازم تجهزوا حالكم، لازم تتمرنوا، حركوا النشاط اللي جوا، فكل واحد فيكم يسوي هذه الحركه. يلا يلا ضغط ضغط. Push up. ما أقدر. يلا. تحت. تحت 10 مرات. يلا بسرعة 10 مرات. قبل ما تطبخ ايش أول شيء لازم تسووه؟ نغسل يدنا. لا تلبسوا المريلة. فهمت. أعتقد اسمها المريلة. ايفون. ما عندنا المريلة. لا تخاف أنا ظبطت لكم جبت لكم واحد مميز. Stop being annoying. إيه ما نلبس المريلة هذه، نلبس المريلة هذه. يا بسة. انت بسه كمان تقريبا بس ما نعرف صراحه ايش رايك. لا مو بسه انا بسه انا بسه كيوت. ها ايوه جالس على نعامه. على فكره ما هنستخدم هذا المطبخ، هنستخدم مطبخ جاد. يلا اطبخوا اطبخوا يلا. لا يلا انس. تعال اطبخ معنا. لا ايش نطبخ اول؟ انا عندي طبخه حلوه. كلنا نعرف بابا ما يعرف يطبخ. ايوه ف هنشوف ايش حيصير. مكونات هذه الطبخه عند الباب، روح جيبوها. عند الباب. ايش هذا؟ كل الشوكولاته. ايوه لان هذه المكونات الرئيسيه. شوكولاته طبعا شوكولاتتي المفضله كندر. انا اعرف شيء ثاني. ايش انت شوكولاتتك المفضله؟ فيرمر روشي ونوتيلا. وانتي؟ كله. راح نحتاج لزبديه صغيره، روح جيب واحد. ايش فيه؟ ايش مين هذا في الزبدية؟ مو كذا انا حطيه. انا اقول لك كيف. كرو. ايوه. هذا شوكولاتة. يلا تعال اطبخ معنا. نو. شوية من كندر بوينو. يا. يابا. ليش بس كندر؟ قلت لك انا احب الكندر. شوية من هذا. لازم تقصها. انت حتحطه في الميكروويف، بعدين حتحطه على شيء، وبعدين خلاص. قبل ما نحطه في الميكرويف حتى ما يخرب الشوكولاته ايش لازم نحط عليه؟ ما اعرف. شويه ملح ايش بكم؟ ملح. ايوه عشان ما يخرب. يلا جيب الملح. ليش ملح؟ بسرعه. ايش بك؟ خلاص كذا؟ ايه خلاص كذا. لقيت دجاجة في الميكرويف والله حتطبخها بعدين. انت تعرف كيف تستخدم الميكرويف؟ اعتقد استخدمته مرة قبل كم شهر. الشوكولاتة ما حيسيح. ما حتسيح ليش؟ عشان انت ما سويته مظبوط. الميكرويف؟ حطيته الميكرويف، خلينا نشوف صحة الشوكولاتة. اوه مرة ايش هذا لسه باردة. كان مفروض تحطه على ماكس. مو اليكس؟ لا تحطي على ماكس، انا حطيت 600. احسن شوية. بستخدم ملعقة. اها ايمان شفتي؟ انت بتسوي تمر شوكولاته؟ جاهزين جربوا وجبة الخرافية؟ ايوه. هذه الشوكولاتة حتاكلوها مع البريد ستيك. ياي. ها؟ يلا. ايوه كذا؟ ايوه حطي الشوكولاتة كمان. ايش هذا؟ كيف؟ يا كيف؟ ايش بك؟ شوكولاتة بس. مرة طايم. جرحت شعوري يا جماعة. انت تقولوا انا ما اعرف اطبخ صح؟ طيب يلا وروني حرافتكم. انت هتطبخوا. انت هتطبخوا. ايش في؟ بابا انت. انا بحثت كيف تسيح الشوكولاته في اليوتيوب. يا بنت عندي فكره مره حلوه، حتشوف قد ايش كيوت. جاب ذا يوغرت. يوالك من ماما طيحت اللبن. لا لا تحط تاكليها. وسخ. ساعد ايمان نظف. ليش ما هي تسوي؟ عشان هي تساعد اختك عادي. الفراولة جوا هنا. من فين جبت الوصفة هذه؟ يوتيوب. مكسر. اوه ماي جاد. وانت ايش بتسوي؟ ها؟ ايش بتسوي امس؟ شفتها في تيك توك كمان. وش شافتها في تيك توك؟ اوه ايش هذا؟ ساندويتش شوكولاتة في النص؟ ليك ما يصير.
اوكي ما يصير الفليك هذا الشوكولاته هذا استخدم شوكولاته ثانيه خلاص ايمان ايوه اوكي نص شوي نص نص شكله زي توماتو صوص فين السكر انت سكر وانا هات هذا في التوستر ما بيشتغل سكر كثير مو كويس ترى ايوه عارف ما احد كثير too much not too much not too much ايه خلاص شكرا you spill chocolate in the microwave in the toaster كب شوكولاته في التوستر والله ايش هذا سندويش شوكولاته ايوه يامي طيب مره بتقطع كمان فراولة؟ ايوه كم تعطي من 10؟ 7 وكم تعطي وجبتي انا من 10؟ 0 0 حقك حق انا 3 حطي الطماطم صوص جوا؟ هذا مو طماطم صوص هذا فراولة اوكي نحطه الحين حنحط الأوصال تقول هذا بس مشروبة لسه بسوي وجبة اكل ها؟ ايوه خلصت الحليب شيك 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 مو كذا مو كذا اعرف اوكي دونت بريك شك شك ها شك 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 مو كذا ها مو كذا انت بتخلط مظبوط خلطيه زي كذا حليب فراوله شما دينغ دونغ ايوه شما دينغ دونغ دينغ دونغ حجرب شوي دحين مره ما ابغى اجرب طيب اي لايك ات You shook it too much, Baba. تقول في رغوة كثيرة دحين فوق عشان أنا خلطت too much. دحين هسوي الوجبة. جادي ولا؟ ولا ولا. يبغى شوكولاتة يقول ولا. إيش هذا؟ ولا. يا لولا فوق يوسف. هو يحب ولا صح؟ أيوة. يلا روح البس. هذا لايون. إيه. هذا بطة. سطة بطة. فحط حليب. هنجيب شوفان. انت بتسوي عصيده حتى جاد بيطبخ معانا كاو ايوه بقره كاو حبي تطبخي انت ايوه بطه ايش هتطبخ انت ما اعرف شوكولاته وشوكولاته وشوكولاته ودونات بوميتلا ما اعرف يلو يلو اصفر لا لو كاكاو ايوه سك شوكولاته سك شوكولاته ميكسي ميكسي هاي put in the microwave شوية عسل ايه شوكولاتة ايه شوكولاتة ايه لا تحط كل الشوكولاتة فوق انزل انا مو شوكولاتة لا الحين بحط رايس كريسبيز جوا جابر شوكولات with the rice gonna be done خلصتي كذا؟ this is Anasis هذا حق انس انا next demand اعطى انس مرة شوية اعطى نفسه كثير ايمان اكثر من انس ها؟ وانا كله حطيتي تو دازل فوق ها؟ اها اوكي كم تعطي من 10؟ 6 6 ونص كذا خلصنا الكوكا ثاني ان شاء الله عجبكم الفيديو اذا عجبكم اعطوه لا اذا ما عجبكم اعطوه واذا ما انتم متاكدين اتركوا تعليق تحت الفيديو مع السلامة مع السلامة